نحن معتصمي محافظة ديقاع عامة ومن أمام الطاقة الحرارية في الناصرية، بعد أن يأسنا من حكومة ديقاع المحلية بشقيها التنفيذي والتشريعي بالقيام بدورها بإيصال صوتنا، وبعد أن دخل اعتصامنا يومه السابع على التوالي حيث لم نجد إلا المماطلة والتسويف وعدم الاهتمام في تنفيذ مطالبنا المشروعة، مما يشير إلى أن سلمية الاعتصام لم تؤدي إلى النتائج المرجوة في ظل هذا النظام السياسي الذي تعود على لغة التصعيد، مما يجبرنا إلا أن نتخذ خطوات تصعيدية غير متوقعة قد لا يحمد عقباها، ومنها الطاقة الكهربائية وكافة دوائر الكهرباء ونقل الاعتصام إلى مركز المدينة. فعلى وزير الكهرباء ورئيس الوزراء القيام بواجبه في تنفيذ مطالب أبناء ذيقاع كونه هو المسؤول الأول، نعم هو المسؤول الأول عن عدم خروج الوضع عن السيطرة، ويتحمل ذلك أيضا محافظ ذيقاع أولا وقائد شرطة ذيقاع ورئيس مجلس الوزراء ومجلس المحافظة. عاش العراق! عاش العراق! عاش العراق! عاش العراق! يا حسين!